طريقة المشعوذ أو الساحر أو بهذه الخانة نخليهم يتحدث صاحب خبرة نفسية، هذا بحيث يتحدث وياك يسألك سؤالين يكشف كل حياتك بتفاصيلها. أنت بالليل ما تنام قليل، أنت دائما توصل خلينا نقول الشغلة اللي تريدها إلى نقطة وتوقف، عندك مشاكل بشغلك، عندك هاي الأمور الحياتية الموجودة متواجدة بكل مكان. برأيك فنان هو بالحوار، فنان بجذب أو سرقة معلومات عنك، هاي طريقتهم؟ بلا شك أستاذ، هو لديه من الإمكانيات والقابليات والمهارة وخفة اليد والخداع الشيء الكثير. هو أيضا لديه بضاعة ويحاول أن يسوق هذه البضاعة. الاستدراج، عملية الاستدراج حتى في الكلام. أيضا هناك تدري أيضا التاريخ يطرح بعض النماذج اللي تخلي الآخر يصدق. يعني مثلا نبوءات نوستر أدامس مثلا هذا المشهور، أو أنه أحدهم كان في البلاط الروسي في يعني في القيصرية الروسية أيام يعني قبل الثورة البلشفية من 1917، كان هذا أيضا يتمكن من النساء ويمارس الكثير من الحيل. المقاومة هنا تبدو ضعيفة لأنه يشتغل على المرغوبية لدى هذه المرأة، لدى هذا الرجل، يحاول أن يقرب له الأشياء. هو أيضا يعتمد الصدفة، عسى ولعل أنه تحصل هذه القضية، عسى ولعل أنه وأصحاب الوداع وأخذ الخيرة هدخلهم يا خانة. هذه بالضرورة كلها هي جزء يعني من ضمن التفكير الخرافي الذي يؤمن به البشر. ليس من أنا قلت يعني قبل قليل الأشياء بطبيعتها مبتنات على السبب والنتيجة، على المقدمات والنتائج. الإنسان يحاول أن يستسهل، يحاول أن يعبر هذه الأشياء فيلجأ إلى. أيضا علينا أن نميز قضية مهمة، لدينا ما نسميه في علم النفس بالذكاء الروحي، الصلة بالله عز وجل، الصلة بالسماء، الصلة، هذه قضية أخرى. أما قضية الدجال والوداع وما يسمى بفتاح الفال، طيب. لا، هذه ممتاز.